ينضم إلينا الآن من غزة جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار. سيد الخضري، أفغداي أدرعي يقول هناك حظر قانوني أممي بعدم الاقتراب من منطقة الحظر، لهذا تدخلت قوات الدفاع الإسرائيلية واحتجزت السفينتين، ماذا تقول؟ يعني حقيقة يعني هذا كلام ليس له أي نسبة من الصحة. هو إذا كان يعتمد على تقرير لجنة قالت هذا الكلام، هناك تقارير لأكثر من 100 لجنة أممية ودولية وحقوقية قالت بأن الحصار المفروض على قطاع غزة هو حصار غير قانوني، غير إنساني، غير أخلاقي، يتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة. حتى السيد بان كي مون اليوم في تصريحه قال أن هذا الحصار يجب أن ينتهي، وبالتالي لا يوجد شيء اسمه منطقة حظر بحري قانونية. هناك قرصنة إسرائيلية مفروضة على قطاع غزة، إسرائيل قالت أنها انسحبت من قطاع غزة. ماذا يعني أنها تنسحب من قطاع غزة وتستمر تحاصر غزة عبر البحر وعبر البر وعبر الجو؟ هذا يعني أن إسرائيل لم تنسحب من قطاع غزة، وبالتالي يجب على إسرائيل أن تتحمل كل مسؤولياتها تجاه المنطقة التي تحتلها. وبالتالي ما يحدث اليوم يكشف أيضا الذرائع الإسرائيلية التي كانت تقولها في السابق، وهو موضوع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. اليوم هذا الجندي غادر ضمن صفقة التبادل، إذن ما كانت تسوق إسرائيل من مبررات سابقة قد انتهى، وبالتالي اليوم العالم كله مطالب بأن يقف ليضع حد لهذا الحصار الغير قانوني. طيب سيد خضري، على شعبنا. سيد خضري، هل جرى العملية الإسرائيلية، هل جرت في المياه الدولية أم المياه الإقليمية أم على مقربة من المياه الإقليمية الإسرائيلية؟ يعني هي المياه الإقليمية الفلسطينية، نحن نقول أن هذه مياه فلسطينية وليست مياه إسرائيلية، وبالتالي وجود إسرائيل فيها هو وجود غير قانوني، وإسرائيل استخدمت القوة في وقف السفن. يعني عندما يقول هو أنهم لم يستخدموا القوة، لا، هم استخدموا القوة. كيف أوقفوا هذه السفن؟ كانت في طريقها إلى غزة وأوقفوها بالقوة واقتادوها إلى الموانئ الإسرائيلية بالقوة. إذا استخدمت القوة في المياه الدولية وفي مياه إقليمية فلسطينية، وبالتالي هذا عدوان، وهذه قرصنة بحرية واضحة وبينة وجلية لا تحتاج إلى أي تأويل. هل تعتقد أن لهذه العملية الإسرائيلية الآن قد تكون تداعيات؟ يعني المهمة بحد ذاتها، هل حققت أهدافها بالدرجة الأولى؟ يعني حقيقة نحن نعتقد أن يعني قدوم هذه السفن قد حقق الغاية والهدف المرجو منه، وهو إيصال عدة رسائل. الرسالة الأولى إلى شعبنا الفلسطيني المحاصر في غزة أن العالم الحر لم يقبل هذا الحصار ويعمل بل ويدفع الثمن. أحرار العالم هؤلاء الذين جاءوا عبر هذه السفن، ونحييهم كل التحية، جاءوا ليوصلوا هذه الرسالة، وصلت رسالتهم إلى شعبنا الفلسطيني. رسالة أخرى إلى الاحتلال الإسرائيلي، أنه طالما أن هناك حصار هناك أحرار يقوموا بالعمل على كسر هذا الحصار، ولن تنتهي هذه المسيرة إلا بإنهاء الحصار على غزة. وكذلك هي رسائل أخرى إلى كل المجتمعات العربية والإسلامية والدولية وإلى الحكومات وإلى الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية أن تمارس ضغوط حقيقية على إسرائيل لتنهي هذا الحصار بشكل كامل. صحيح أن هناك بعض التحسن في الحياة اليومية في غزة، صحيح أن هناك نوع من التحسن في بعض القضايا الإنسانية، لكن الحصار لا زال مفروض. يتخيل الأخ جمال الأسرى المحررون الذين هم في غزة الآن من أبناء شعبنا في الضفة الغربية، الأهل منهم أقاربهم عندما يأتوا لزيارتهم لا يطيعوا أن يمروا من الضفة الغربية إلى غزة التي تبعد في حدود 80 كيلومتر تقريبا وتستغرق الزيارة ساعة. هم يغادروا من الضفة الغربية إلى الأردن، ومن الأردن إلى مصر، ومن مصر إلى غزة. هذه هي الطريقة التي تريدها إسرائيل في التعامل مع شعبنا. شكرا جمال. والأصل أن يتحركوا عبر ممرا آمنا بين غزة والضفة الغربية. جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار متحدثا من غزة، شكرا لك.